مشاهدي قناة الجزائرية وان أينما كنتم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم المعروضة تربح. نطلع لكم يوميا ورايحين نجوزوا سويعة قبل الفطور مع بعض. في عدد اليوم راح نتكلموا على الخطبة في رمضان، الناس اللي تختار هذا الشهر الكريم باش روح تخطب. في ناس سبور مع جلال راح نتكلموا على بطولة الوطنية لكرة القدم، ومع شيماء في خرجة مع شيماء رانا راح نعيشوا أجواء عائلية في مركز التجاري باب الزوار. ما نساوش الشيف ديالنا اللي دائما يقدم لنا أطباق شهية، واليوم راح يطيب لنا بولي غوتي والعصير بالدلاع. أما فيما يخص ضيوفنا، خلونا نرحبوا بمصممة الأزياء نبيلة شباح وملكة جمال العرب رانيا عيشوش. مرحبا بكم، تفضلوا. واش راكي نبيلة؟ صافا الحمد لله. الحسب والنسب. واش راكي رانيا؟ مرحبا بكم. صافا لاباس، بالخير شيماء، بالخير خويا عبد القادر، شكون رمضان؟ واش راكم؟ واش راكم البنات؟ صافا شويه. واش قلتي لي؟ واش قلتي لي نبيلة كي جايه بالخطابه؟ الخطابه بالحسب والنسب، فوالا. بون ما عنديش ما نخطب وليدي، مازال صغير، مي بون معليش. جامبروفيز، يعني ندرب باش كي يكبر، فوالا. ندرب الوقت اللي رانا فيه. كاين اللي يقول لك خطب بالبنتك وما تخطبش لوليدك، اون كالكو سوخت. عندنا الزمان. الكرم راهو في باختي دو لا فامي. اكزاكت، على بالك نبيلة مين قلتي لي بالحسب والنسب، كاين الناس اللي فوالا. بلا ما نفرحوا به. تلقاي شكون يطيب لك 15 مليون اللي بقاو تاع رمضان؟ والله غير فرونشمون. راجل ولا شيف كويزين؟ الله يبارك فيك. نبيلة قلتي لجلال عبد القادر، شكون هذا عبد القادر؟ غلبني رمضان اليوم، راني عباك عطشت اليوم، ما عطشت عطشت معليش، كيف كيف على باله بلي سي لو اسونسيال، ما ديريش عليا رمضان. رمضان انا صايبين صعيب. يا درا نبيلة ورانيا وش جبتوا اليوم؟ معليش نشوف نبيلة. بيان سور، قعدت في قلبي وقت بقى مع الحباب، فوالا. يا درا ليكيب. زلابيه اللي نحبها مشاهدينا تحبيها انت تاني. نبيلة عرفتي الذوق تاعي ولا كيف؟ ولا غير شاهتني بون قلت هيا هذيك الحمراء وتجيب مشبكه، ياك شاف نقولوا زلابيه مشبكه. وجدنا اتاي اكرمه، باسكو هذه تجي مع الاتاي. الله يرحمها. فوالا فوالا، يعطيك الصحة نبيلة، فرحتيني اليوم. وان شاء الله ناكلوها مع بعض. ان شاء الله بصحة وهنا. ليكيب واش راكم؟ صافا شويه؟ صافا امينة، وانت واش راكي؟ شيماء صافا؟ صافا، مرحبا بكم. شيماء ميرسي. شيماء صديقة رانيا. انا جو سوي تري كونتون بور موا، راني اون فامي اجوردي، ماشي راه معادنا ديال بور موا، راني اون فامي باسكو رانيا سي ما كوبين وهذه سي ما تاتا. جونغ نايس، نايس، سوبر. راني اون فامي اليوم. وجلال انت راك اون فامي؟ راني شوف شي موا، راني اون فامي اليوم، اون فامي شي موا. مي بون انا معليش، راني اون فامي نورمال. بيان سور يا خا، بيان سور. انا كاع عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر. خلاص غالب، والله والله غالب. علاش جاني عبد القادر في فمي؟ جو سي با. بصح جلال ماشي غير نبيلة اللي غلطت، حتى انا عيطت لك جليل، ما عبيش كون عيط لك. والله ما جاني الغنية تاع عبد القادر يا بو علام في راسي، جو سي با. نعيطوا لي جو جلال، مش حبيت. المهم تاع بالك بلا نعيط. غالب الرسالة وصلت. شاف واش راك؟ والله الحمد لله امينة، وانت كي مليحة؟ صافا الحمد لله. واش راكم ضيافي؟ صافا اكرم انت معنا جايين اليوم. الله عبالك كذا بون دقت ديجا ماكله تاعو، يعني جي غينا دير جوستومون. علاش جيتي؟ انا اونكور بلوس. لا لا، امتحان صعب. لا لا جلال، انا حبيت نقول باللي اليوم الكوزينه راهي غارني، الله يبارك، راهي معمره ما شاء الله. ماشي مولف، مولف مانيش مولف نحط كاع الكارنيجور. حبيت هلا في ضيوف اليوم. بيان سور نبيلة، والله ماشي هكذا. عاود لي، عاود لي مشاكل مع مفيده. هي ما طاحش الكلمه اخو. انا نحيوها مفيده. مفيده صح، اللي نحيوها وجوزنا معاها سبيعه هايله. يا درا اكرم اليوم بولي غوتي. قلنا البولي غوتي تاعنا اما فاصون اللي راح نديرو اليوم، هذا هي البلا بزاف ديروا يما وتعلمت عليها ونحييها على المناسبه. الو قلنا نسحقوا فيه لو بولي، نسحقوا فيه لا بوم دو تيغ، نسحقوا لا كاروت، ثوم، ملح، فلفل كحل، ونسحقوا الرند بيان سور. امينه واش رايك؟ والبولي واش نسحقوا في البولي؟ البولي انا اخترت الكويس باسكو شوف ليكيب تاعنا ما يحبوش كاع البلون، وضيافي تاني ما يحبوش البلون، صافي خيرت كاع ليكويس اليوم. درتها كاع بالكويس. وبيان سيغ المشاهدين تاعنا لازم تقدروا تشرو دجاجة وتقسموها وطيبوها، ماشي شرط كويس. اها. الوغ غادي نبداو طريقة التحضير ديالنا. الوغ قلنا. قولي لي نبيلة، رانيا تعاونك شوية في الكوزينة ولا والو؟ تعرف طيب. يما يما زين وطياب وحطة. قلت لك نخطب لبنتها اليوم ماشي الكويس. رانيا تورينا شطارتك. اي يلا تفضلي. اي تفضلي رانيا. الو قلنا جبنا لي كويس تاعنا، واش نديرهم؟ راح نديرهم يتقلاو. نخليهم يتقلاو مليح باسكو بزاف كاين ناس يديروا بولي غوتي يديروها في الفور.
انا اليوم راح نديرو فلا مغميت ونقدروا نديرهم فلا كوكوت. انا ما عنديش اون كوكوت مينوت صافي راح نديرها فلا مغميت تاعنا. الو ومن بعد واش نديرو؟ راني نديرو لا بوم دو تيغ نتقلى ومن بعد نديرو لا كاروت. هاي تعاونيني راني هاي ديري لا كاروت، ديري لا كاروت الاولى ومن بعد هاوليك. كون على شكون كيف كوزينتك؟ شكرا عليك خزالك وشو بيان سيغ ها يتقلاو كامل. ومن بعد واش ندير فلا كوكوت؟ يتمرقوا بكاس ما. انا راح ندير المغرب راح ندير زوج كيسان ما باش يطيب البولي ويتحمر يشرب هذاك الماء كاع يشرب لا كاروت لا بوم دو تيغ. فوالا انا زين ندير لا باتات وندير ندير الثوم نكرازيوه كيما قلت لكم مشاهدينا كيما موالف. اللي ما يقدرش يدير بالموس يدير بلا بول يدير بالمقله. رانيا سي هذا بلا امينه سي البلا هذا وي بيان سور انا كامل لي بلاطو راك نسيهم اكرم هادو سي ليجي بور ليتي سي ليجي و سي رابيد افير. نعم ومن بعد كي تجي البحر واحد يحب يديهم البحر سي بيان تعمرت تعمرت تقطعها. رانيا واش تحبي طيبي انت دابيتود في الدار هكذاك واش تشهي واش تحبي طيبي سواء خاصة في رمضان؟ نتشهى لي بلاط تراديسيونيل بوكو بلوس في رمضان. وزعما كما هذيك جمال عندك نظام غذائي خاص ولا تحبي تاكلي؟ لا لا با فريمون ما نقولكش قاتله روحي ولا ما ناكلش ولا لا لا ناكل ناكل كلش او اكرم ناكل وندير انا درت الملح ودرت شويه في الكحل فوالا. واش ندير دوكا؟ دوكا الماء نورمال الماء خليه حتى تقلى مليح كي يشوفها تقلات واش ندير؟ ندير الماء ديالي دوك المينيو تاعنا راه واجد. هذا هو سي بون اكرم 17 نخليه يتقلى ومن بعد نمرق. انا في قلت لكم في لاكوكوت ديروا ان فيغ دو انا راح ندير دو فيغ باسكو عندي اون مغميت ماشي تي في غردا. هذا هو البلا تاعنا. يعطيك الصحة يعطيك الصحة ولا غير هايل هكذاك وتخليه يطيح حتى يوجد تمتم. راني هاك ميرسي بوكو راني يعطيك الصحة. هذا ما كان هذا ما كان هيك زعما صاحبي اليوم حسب لها رشدة بس الكونكور طاح لها رشدة هي دارت رشدة وي اون ايجيبت رشدة اي جوستومون فوالا كاين يعني كونكور تاع دو بوتي وكاين كونكور دو كويزين وي سون نوتي سور كاين دي كيستيون كاين ماشي غير بون لا بوتي سي با سا يا با كو لا بوتي نو دي تو دي تو اون ايجيبت سيتي دي كيستيون سيتي دي زيكزامان اي تو وكانت شاك كانديدات باسكو يافي 22 بي عرب كل وحده تطيب لو بلا تاع بلادها. وانت رانيا شرفتينا بالرشطه الله يبارك ما شاء الله. رشطه مو بلا بريفيري يعطيك الصحه. هي تحب الرشطه لو كانت تصيب دائما رشطه دائما رشطه. مالا شاف نورمالمون دينا رشطه اليوم. راحت لي وشو على جا رمضان اسكو تخيلها رشطه في رمضان معليش. اذا مشاهدينا راكم في برنامج المعروض تربح مع ضيوفنا ومع ليكيب ديالنا في الجزء الاول ورانا رايحين تحسوا على الخطبه في رمضان. الناس بعض من الناس يختاروا شهر رمضان هذا الشهر الكريم باش يروحوا يخطبوا. نبيله واش رايك انا عطيتك ليديا هذه انا جبتها قجمه واش رايك في الناس اللي تروح تخطب رمضان في رمضان؟ جو سي با جو بونس يعني سورتو رمضان هذيك الطفله مسكينه تجي خطبه يصبها كاع مغمضه بلا ماكياج بلا ناتشورال هكذاك سيغ تبان ناتشورالمون كيما بلا ما تجوز على 36000 بانسو بان جو سي با. في رايك في رايك انت هاد الناس اللي تختار شهر رمضان باش تخطب باش تشوف هذيك لا فيتور ماريي يعني العروسه بلا ماكياج نو ولا باش ما يدوش بزاف معاهم لي غاتو اي تو في رمضان باسكو اون فا با واش حدي معاك باتيسخي تدي معاك في رمضان تدي زلابيه نبيله زلابيه سي با كوم اون ماشي كيما خبزه غاتو سا سا تروفيان بلو شير بتاتخ لي فلور ما تصيبيش بزاف في رمضان صح سي فري جو سي با كل وحده كيفاش اللي حيستقبلو ما حاش يطيبو يحطو يعياو كان يجيو في السهره جوستومون في السهره وي السهره يحطو يوجدو السهره مي جوبونس ما تعيا السهره ميم سي سهره باينين لي تخوي كيما قلنا زلابيه ولا مش سا با ايتخ سا با با دوموندي بوكو كيما كنكون في الفطار عباك واش ديري غاتو واش توجدي سي فري واش رايك انت رانيا في الخطبه في رمضان الناس سي بون ايدي سي بون ايدي امينه دوك تقول روح خطبني رمضان عبالك واحد ما يكون شارب قهوه كحله مازال ماشي فاطن ويجوا الخطابه كيفاش تستقبليهم فرونشمون نبيله كيما نقولوا نعاودوا
نحاولوا غدوة نبيله عاودوا عاودوا وحتى نشرب قهوة تاعي. انا ما عندي حاجة ما نشرب قهوة ما هي لي باك كافي الي ميم وما فيك مون ترافايكم نسهر في الخدمة ايتو عندي هذاك لو كافي دو ماتان فريمون حاكم لي في الراس سيتو عندك في السحور فوالا مي ابار هذاك لو كافي رمضان او كونترير سي تي موالي نتمناه على كل عام نسنا بريقناش في جادو رمضان جو سي با سي تي موالي يعجبني. سمحي لي بصح سي راه نشوفوا بالك خطبه في رمضان نو فوالا سي راه شرجو مكاين قالت لي هكذا بون انا بضحكيتو صافي صافي جو سي با. انت راني كون يجوا يخطبوك في رمضان واش تقولي في راسك؟ ما نقول والو نقول لهم برك روح في السهره شفناها ولا يجوا لي شي حاجه نروحوا مور السهره بوكوا با على الفطور ونكملوا السهره من بعد كيما في الفوت قول لهم ريبورتي روحوا من رمضان تاجيل فوالا ريبورتي ريبورتي با وي سي بيان وعلاش فاش رمضان راهو كيما الشهور واحد اخرين يا با دو وانت نبيله تجيك في راسك تروحي تخطبي لوليدك في رمضان يعني ما باسكو زعما الطفله ما يشوفهاش بيان قلت لك دونك ما نشربش قهوه نو 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 ماشي في رمضان نو 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 ما نشربش قهوه في رمضان. مشاهدينا نذكروا برك على بالي بلي كامل تعرفوا نبيله ورانيا بصح اللي ما يعرفوش نذكروا بلي نبيله سي لا مامون دو رانيا فوالا رانا مع الام والبنت تسمى السوجي طاح نيشان دونك رمضان جو بونس نو با ديرونجي انا بيرسونيلمون جو بارل انا مون افي ا موا جو في با ديرونجي كو ميم لي جون على بالي رمضان واحد ما ينوضش بكري شغل شويه مع يوجدوا الفطور اي تو ما نروحش نزيد لهم انا هم تاع الخطبه وعباك يجوا ناس خطابه تي دوا رونجي تي دوا ماشي هكذا كيما زمان كانوا يصدموا ديريكت دونك مانتنون جو بونس رمضان انا سي سي تي مو انا ما نديرهاش ما نخطبوش في رمضان. انت ما تروحيش تخطبي نبيله لوليدك في رمضان؟ دو تو دو تو ماشي في رمضان ما نشوفوش خطبه في رمضان انا وحده جامي شفتها كيما ما نشوفوش العراس دايوغ العراس في رمضان. لا في رمضان نحب نروح نزور الحباب نقصروا هكذا اونتخ فامي اونتخ كوبين ولا مي باش نخطب باسكو سي كوميم كيك شوز دو سيريو دو سيريو فوالا كيفاش نبيله انت جلال تروح تخطب في رمضان؟ اه ما كاش كيفاش انت باقي ما تروحش تخطب لا لا راه نخطب ماشي دوك راه نخطب هي جو بونس انايا باش تخطبي في رمضان سير الطفله راح تخطبها دير لك لا بريسيون تقول لك ما تجيش انت كان اللي حيجي يديني تما غير اربعه نهار العيد كما تجيش في رمضان يجي نهار العيد يخطبوا اه كاين لا دوت دو بيروبسيون هذيك لازم تروحي تخطبي. جلال سمعت اش قالت لك رانيا؟ قالت لك خطبه تاع اورجونس هذه تاع ارواح ولا استعجالات ولا شغل استعجالات طبيه ارواح ولا طرح بلاستيك جلال كنت تقول الام ديالك تقول لها يما لازم تروحي تخطبي في رمضان. لا لا شو انا واش يكون رد الفعل ديالها؟ انا يما راه تجري مورا باش نخطب انا راني شغل غير بالعقل راني شغل فوم اسمها يما دابيها مسكينه ما في رمضان ما في رمضان معليش المهم يا فرحي وسعدي يقول لها برك اي راح يخطبي لي تقول له نروح نهار العيد نهار فوالا مي تخوف في رمضان جو بونس با كو واحد يروح يخطب انا بيرسونال كما قلتي ديجا كاين تراويح كاين الناس في الليل مشغولين دونك يفو ميو تسناها في الفطار الوز عطات تريبوزي ومن بعد ما في الخطبه بدا الشرط لك ومن بعد كي تكون الوز باش تقبل ولا ما تقبلش باش تخممي هذاك الشرط سي فغي. وانت شيماء واش رايك في الموضوع اسكو جاو خطبوك في رمضان؟ ما ناش نهضروا على السهره على كيف انا نهضروا على النهار يا نور جلال قال لك ماشي دابا 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 انا ماما يغلبها رمضان تسمى امبوسيبل امبوسيبل تتقابل هكذا تسمى كيما انا لا كي دي جون الي با ميشونت ولا نو اكيو سي با اون كيسيون دو ميشونتي مي رمضان يعيي سي عندنا لو ريتيال تاعنا امبوسيبل ديجا ماما انا في ديجا العمل تاعها برك نورمالمون تستقبل الناس بزاف اي تو لي كليون مسكينه ما تقدرش تقول لهم كامل تخدم في الليل البريفير تستقبل الناس في الليل كنت تستقبلهم في النهار صح دونك ايماجيني ضياف هكذا وديجا في رمضان حنا طول تون نجاراو مع الوقت طيبين تلقى الوقت تعصب راسها هكذا في النهار مسكينه والله غير هكذا avec parce que la maman et c'est le père donc automatiquement on a des obligations on a des obligations ضلوا نجريو حنا باش نلحقوا مع الفطور دي فوا نلحقوا مع الفطور انت تكوني تقليوها ويدن صح انا صارت لي صارت لي وقت pour accueillir des gens ولا يجيو يخطبوك ايتو جو فوا مال الخطبه في رمضان صح اكرم واش رايك جو انت رحت خطبتك اش نهار في رمضان؟ والله رجامي ما تدخلش في راسي روح نخطب في رمضان سير اكرم رمضان كريزيني اش بصراحه ندير الماكله ندير الفطور ما كاينش الوقت ما كاينش الوقت كلاتي طيب وقتاش ديري وقت باش تروح تخطبي والناس يطيبوا الناس هذه والله ما تدخلي في راسي ديجا اكرم شاف انت تنوض على حتى الخمسه كمانيش نقعد بكري باش تروح تخطب والله نقعد على 12 تاع النهار امينه شوفي كاين 11 شهر يدوزوا اكرم عنده شهر واحد اللي هو يكون فيه الشاف الناس في فاتيلي غير حتى تخطب خويا باسكو يقبلوك ديرك في الشهر هذا تفوت رمضان ما شهور باغ كونتخ امينه جي دي كوبي تخطبهم في رمضان وي صح تدي معاك اكثر من
اللي تدي معاك في الفطار نورمالمون؟ انا جامي شفتها. تقولها الماكله تاع النص ولا مع بعيش شنو الفطار تاع النص؟ اذا عباك واحد التقاليد اون دوغ واش تدي في الفطار دونك يعني كل واحد وعنده ظروف اللي يختار فيها رمضان باش يروح يخطب. مشاهدينا انتم ثاني سقسيناكم طرحنا عليكم هذا السؤال، نروحوا نشوفوا بعض من الاجوبه ونعاودوا نولوا مع بعض. يا اختي الخطبه امر حلال، امر تاع فيه خير. الفيزاج مكياج اكلام باينه باش تجيبوا هاد باش تشوفوا هاد كلر باش تدي لوريجينال ما تديش الفو باش يشوف الزيكي داير تاع المرانيشا في رمضان تبان بلا مكياج. ايه هي زعما الزين يبان في رمضان ما يكونش حاجه تاع كذب، تكون حاجه مصدقه وزواج مصدق. وقيله في رمضان جا خويا من البلاد تفطرنا خمسة ستة من الناس العشية بركة الحيلة ماشي ملح إنسان ما يكون سخي يكون الآخر بلا ما يخنق روحه في رمضان ما نقدرش نروح حتى بالك نصبر يامات ولا هكا نروح مور العيد ولا يعني باش ما تكونش ماكي ماشي مطرافيكا في وجهها حاجة مليحة مليحة مليحة. خطبوا كاع في خطبوا كاع في رمضان باش تعرفوا الوجه الحقيقي تاع الطفلة وما ينساش باللي مام الراجل اللي يروح ثاني صايم مام هو عنده فيغورة ثانية وجهه فيغورة إذا كاين اللي يختاروا شهر رمضان باش يشوفوا الطفلة بلا ما هادو يزون بونسي كوم موا يزون لي ميم زيدي كو موا هذيك هي صح نبيلة. صح كاين دي جون زعما يقول لك في رمضان ما تماكيش بزاف تشوفها على صح وي زعما كانوا يخطبوا صباح وقت شغل اللي يزدموا ديريكتومون الديار دقدق قال جيت نشوف واش عندكم بنات بس سي سا زمان انا جو بارل انا سي ما مير كي مي راكونت سا زمان لي فامي ما على بالهمش بلي راهم حيستقبلوا الناس صح زمان ماشي كيما دوكا ولاو يتعرفوا ومن بعد تقولوا تجي تخطبني زمان سيتي وحده كيما يقولوا تبيع وحده وحده تقول لها هذيك عندها البنات الاخرى عندها سيتي كوم سا شوف راه دي شغل تدخل تخير لداخل تدخل تخير تخير بيان سور بيان سور باوي بكري كانوا هكذا واش عباد باوي زواجه وحاجه عزيزه سي با لي فوتو في الفيسبوك وبعد باوي حكولي بكري قال لك واحد فوتوغراف بكري تما كي ما تعرفيش المراه تاعك ذاك الطفله يبدلوا لها عينيها في الفوتوغراف يديروا لها خضوره كاين هذا كان صادق كاين واحد فوتوغراف بالكور كاع عينيهم خضوره الوغ تقول تشوف تقول واحد بغا كاع يخرجوا عينيهم خضوره وبعدك ما كي تجي باكي ندير سيربريز تلقى حاجه اخرى يا حسره نبيله حنقعدوا معاك رانا رايحين الى ركن تدبيره ونعاودوا نقولوا بعد هذا الجينجل. اذا نبيله راكي توجدي في لا نوفيل كوليكسيون ديالك واش تقدري تقولي لنا عليها وشنو هما لي نوفوتي في لا كوليكسيون؟ شوفي شو ريستي توجور طون لو تراديسيونيل بون بيان سور انا توجور جو دون ما توش ان بو دو مودرنيتي les couleurs qui sont tendances comme les bleus, les verts, les nudes aussi, les moutardes. Donc beaucoup plus j'ai utilisé les couleurs et puis les brocarts et les tulles. Ça reste toujours un classique de toutes les manières. J'aime pas trop sortir, c'est-à-dire la création quand elle dépasse un certain moment, tu sors du traditionnel. J'aime pas trop sortir du traditionnel. Je veux garder la tenue tana, qui m'a dit le asl, mais toujours de la hadekam. لمسه نبيله شيبا شنو هي لمسه لمسه والله لمسه تاعي سي كوم كاع مي كوليغ كو جو سالو بالمناسبه عندنا احنا خدمه هاد الايام تعبك انتم راكو انني نهضر هكذا بصح احنا ما عندناش غير رمضان عندنا نوجدوا العيد العرايس المهيبات دونك راني سو بريسيون وجست خلاص العيد ثالث عيد عندي ديجا عروسه الاولى بسم الله فوالا سيرتو موسم الصيف هذا سي بور سا انا قلت لك اللي يجي يخطف رمضان ما نحلش الباب تو سامبلومون سي بون جي با الطون جو سوي اوكيبي دونك سي سا دونك هذه هي كيقول لك اللمسه تاعي سي كوم تو الموند كلنا نديرو زعما دي فيست كاراكو افيك دي جوب سا ريست بون ما نقدرش نقول لك سي با فريمون ان كاراكو باسكو بور ما كاراكو سي سوا شلقه ولا سوا مدور مي سي اون فيست برودي لي
نقدروا نسموها كوميم كراكو داخله في الاصل تاعنا والتقاليد تاعنا افيك اون تيت مودرنيتي كوميم فوالا مودرنيتي باسكو فيو كو رانا نمشوا لقدام لو تيكستيل راهو يتقدم تو سكي باسمونتري تو سكي لي بيير بريسيوز لي شواروفسكي راهم يزينوف دونك حنا نمشوا مع الاصل تاعنا كوم كاع للبلدان اللي مجاورينا بالتوفيق نبيله ان شاء الله على بالي بلي حتكون اون بيل كوليكسيون ان شاء الله رانيا في لي كونكور دو بوتي طرحوا عليك بزاف من الاسئله يعني ثقافيه وكي عارفه احنا تاني حنطرحوا عليك بعض من الاسئله قولي لي رانيا في بالك واش يخلي الشباب والشابات في الجزائر في بلادنا انهم يتحكموا ولا يغارد لو تراديسيونيل الجيريان با سي سي سكون سي سكون باش ما يخرجوش يعني على التقاليد ديالنا التراديسيونيل هو اللي يمثلنا دونك انا اوبليجي دو بورتي تراديسيونيل ونغارديو التقاليد تاعنا بوغ افوار اون ايدنتيتي سينو نولو كيما الناس نقلدو الناس ولا شعوب الاخرين اونورا با دو ديدونتيتي دونك سي سا كي في كو وديت مدي اهميه كبيره للتقليدي رانيا اكيد سورتو لباس تقليدي واش تحبي في اللباس التقليدي الجيروا ولا الوهراني ولا الشاوي واش تحبي ما نحبش نفضل حاجه على حاجه باسكو كاع نحبهم مي نقولك الكراكو باسكو سي اون توني اللي لبستها بزاف في حياتي وجيم بيان جيم بيان باسكو جو سي با واللباس القبائلي نحبو ثاني اللباس وتحس روحك خفيفه لا روب كابيل شو ما كيش لابسه تحيه الى لا كابيلي باسكو نبيله و انا عندي جام مي فوازون سي دوغ مو جو سوي كابيل مالغري جادور الكراكو جادور البدلون الجيروا مي جو في دو كابيل سي سا هذا واش يميزك نبيله عندك اختلاف انت انا حبيت نسقسي ثاني رانيا اسكو درت خدمتي ديجا موديل الام ديالك اكيد اوبليجي يعني كيفاش تحسي وشنو هو الاحساس تاعك من تلبسي اللباس التقليدي من طرف نبيله شيبا نقيس عليها فاصون سي تيلمون مانكان جي با علي من نقيس طفله مزقه سي مون نيجيري با وي روحي نقيس لك هبلتها باش علي من نقيس مي اونتر نو علي من نقيس على وليدي سي بيان دافوار ديجا باسكو سي سي ميس ديجا وثاني شغل لي جون هي تبانك نو مي انا ملي بدات على باك دو زون ديجا لبست البدرون مشلوق دو زون بدات رانيا تي هاد لا شانس كو ميم الله يبارك افوار اون مامون ستيليست اللي تخدم احلى لباس تقليدي واو سي سي امينه كرب هي ثاني تعطي لها دي زيدي على لي جون وي بيان سور دوكا جوستومون جوستومون هي علاش تعاوني شوفي اون ابو اتخ نقولو ستيليست واحد ما كبير رانا نتعلمو اون توجور مازلنا نوندي اون في دي ريغوشيغ سي بينينها كامل جو فوين منا ومنا افيك دوطخ ستيليست اي تو مي تراي بزاف عليا باسكو علاش عندها اون اوتخ فيزيون فوالا بيتات كو انا لا فيزيون تاعي تحددت في مع لاج مع ليبوك تاعي هي الي بوكو بلوس مودرن دونك دي فوا نهبلها نقول لها تقول لي انت ستيليست ولا نقول لها بصح دبري عليا ايماجين زعما انت حد لبس هذيك لا توني واش تحبي يكون فيها واش تحبي لي اسكو في رافات تسمعي للراي تاعها وتبكي تسمع راي تاعها ما يخرجش عليا ندير راي ثاني تغنى ثاني زعما يدير عليا زعما حتوجدي حاجه ولا بيرسوناليزي سي دوفوني لا سي دوفوني لا توندونس سورتو في لي باس تقليدي سي دوفوني لا توندونس تقليدي مي مودرنيزي سي تراديسيونيل مودرنيزي تو فيهم جوست ما هذا واش يخلي الشباب الجزائري انه يتمسك في التقاليد ديالو ودار رمضان ولا لاحظتوا راهم هاشتاغ البس جزائري دونك تو موند سور اون تراديسيونيل ميم لي زوم راهم بلي فيست جوست نبيله كنت هذا هو السؤال تاعي اللي كنت حنطرحه عليك وعلاش لي ستيليست ينساو شويه الرجل الجزائري ما يفكروش فيه ما يخدمولوش لباس تقليدي باسكو هنا وهنا وين ولاو يلبسوا لي فيس دوكا اللي ولاو يجوا عند دي ماغي يقول لك انا كي تلبس زعما مرتي كاراكو ماذا بيا نلبس لا توني الجيرواز تاعنا بسروال ستيفا سروال ايتو بالبرنوس ايتو مي زمان ما كانوش يلبسوه بزاف يفو دير لا فيغيتي دونك سي بور سا نلتهاو بوكو بلوس بلي فام لي لا فام تلبس كنروحوا العراس كاع يلبسوا تراديسيونيل لوم سي غار تي بي ان لابس تراديسيونيل مي دوكا دوكا مي يلبسوا لي جيلي لي جابادوري وي فوالا دوكا انا نشوف بزاف من الرجال فما الرجال الجزائريين راهم يلبسوا تقليدي وحتى لي زانيماتور لي كوليك تاعنا فوالا مي هادو سي لي دانيي زاني هاد العوام الاخرين من زمان ما كانوش يلبسوا بوكو بلوس في ديال الغربه كنشوفوا لي كوب في فرنسا تما لي فرانكو الجيريان في فرنسا يتزوجوا الرجل يلبس يلبس تما لا فيست اكيد خمينا بلا في ان كوليكسيون homme. Oui, bien sûr, j'aime bien. Pour sortir quand même, je suis toujours, je fais homme, je fais femme, donc il n'y a pas de souci. Qu'on a des commandes homme, je les fais aussi. Mais pourquoi pas, je dis homme aussi. Inch'Allah. C'est bien. Aïdat la commande au carrière. Ouais, c'est là où il y a négocié déjà. Je n'ai pas le temps.
فوالا العيد بصح خلاني دوكا كيبقاو شحال يامات للعيد على بالو لا باغيت ماجيك. اسمع شاف راك معانا بلا شي ما هذاك الحانوت على راجل كوني دوبي كيما نقول لكم بيان داني يعرفوا لاتولي يعرف لو كان جيت وكان اللي خدمت لك 20000 كذا. هي قالت لكم انا ما نزوجهاش على جال عندي خدمه مور العيد تقول لي مور العيد ماشي تان تروك ماشي سي تان تروك كي برون كون ميم كي برون دو تون باسكو الصنعه لو كان جات حاجه تخيط ولا غير اون جورني با دو سوسي باسكو سي موا كي في لا كوب اي تو مي حاجه اللي فيها صنعه يفو بونسي لازم الالهام تاعي تخافي با سول اوسي جي افيك موا دي برودور دي بيرلوز كي تقولي اون ستيليست سي با اون بيرسون سي با موا سي توت اون ايكيب. انا عندي معايا مي برودوز يخدموا معايا نصهم دي زالجيريان نصهم سي دي افريكان احنا اوني دي افريكان بيان سور عندي اللي تخدم لي فتله عندي هادو كاع سي كاع حنا سي اون ايكيب. نبيله تو اون شيف دونتربريز سي فوالا اون كيلكو سورت سي سا باسكو دوك سي جو جو في مي ميتر افير اون فيس انا نفصلها وانا ندير لها شعره ونزيد نعمرها عقاش اي تو جو في باسي ندير في عام اون فيس صح. سيده نبيله لو كان واحد انا كان باغ اكزومبل نخيط عندك ولا وين جاي لاتولي ولا كيفاش بور كونتاكتي نبيله شي بعد جاي في بولفار 5 كيما لي زيسكالي مي سينو جو سوي سور انستغرام انستغرام راني شويه فوالا في لي ريزو سوسيو تقول لي هذه حلت لي انستغرام وندمت حلت لي ندمت فتي في لي زابوني سنين دو سلان شفنا حلت لها الريزو هي اللي حلت لي وهي هي اللي علمتني ما تقول لي تقول لي علمت تكون نو ما فتاش مي دي فوا حد فوتني بصح انا شوف لا كوليكسيون ال تو بران كومبيان طون زعما هكا لا كوليكسيون ال في باسكو il faut faire des études avant il faut faire des études c'est à dire انا جي با انفي دو فير une collection de déjà vu donc là nous l'on dit le gars kif kif c'est ma souli شغل justement par rapport c'est la même chose بدلو la couleur بدلو donc انا je fais beaucoup plus des études على les découpes على نشوف لي لي زوتر ايبوك ندخل شويه منا من العثمانيين منا منا pour faire une création justement نبيله par rapport aux collections les défilés حبيت نسال رانيا واش رايك في هاد لي ديفيلي في شهر رمضان اللي كثروا بزاف ونشوفوا بزاف من لي كوليكسيون كامل لي ستيليست يعني اي بروفيت دو لوكازيون تاع رمضان باش يديروا لي ديفيلي واش رايك في هاد الشيء سي تري بون ايدي انا ماذا بيا كل ارت فان كل ستيليست ولا يقدم لا كوليكسيون تاعو في رمضان هذا باسكو علاش يشوازي السهره اي تو الناس تحب تخرج في السهره ما كاش وين نروحوا دوكو سي بيان سي بون صح وخاصه في رمضان يعني عندنا هذاك لونفي باش نتقربوا للتقليدي ونشوفوا كيفاش كي العيد كي جاي باسكو موسم الاعراس وصير رمضان ويدنا ويجينا في الصيف دونك جوست رمضان سي لي فات دونك هادو لي كوليكسيون لي ستيليست كام يديروا كوليكسيون سي بور دون دي فيزيون سي بور دون لي فيزيون هاد العرايس دونك يفون فوار ا بو بري واش عجبهم واش انتوما تحضروا انتوما تحضروا لي في هاد لي ديفيلي كنا دائما في الموعد وي نروح سي سي مي كوليك بيان سور كيما نروح نفرح لهم نقرع جون كيلكو سور حابك حنا بيناتنا نحبوا نشوفوا قالوا واش خدم فلان واش خدمت فلانه بيان سور جا سيتي تاع مون امي كاري ماكروف كو جو سالو سيتي مانيفيك فايزا اون تري بو زاغير كيما كاينه اون ستيليست حفيده بريكي الا غيوني سي با كي افي ان ديفيلي مي الا في الا غامني دي ستيليست دو ديفيرون بي جابت وحده من البرج وحده من الجلفه وحده سيتي مانيفيك اوسي دونك شفنا ابي بري تراديسيون تاع 48 ولايه دونك نتمنى لهم النجاح ولا غير سي اون تري تري بون انيسياتيف انا ما درتش دوكا في رمضان باسكو جي با اون طون قلت لك ما قعدناش مع دي زيفينمون اي تو جري جري مي ان شاء الله باذن الله سي سا سخا بور لهاد الصيف ان شاء الله ان شاء الله هكذاك باش نشوفوا لا نوفيل كوليكسيون حتى لي ماريي اللي رايحين يتزوجوا في هذا الصيف عندهم يعني فكره على لي موديل جدد واش كاين على مود ان سمومون شكرا نبيله اذا مشاهدينا نروحوا الى فاصل اشهاري قصير ورايحين نولوا مع بعض بلا كوت بوجي ولا تزابي ورانا راجعين عودة إلى المعروضة تربح مشاهدينا أنا في الجزء الثاني من البرنامج ورايحين نطرحوا السؤال علاش الناس اللي تختار شهر رمضان باش تروح تخطب هل على جال التكاليف ولا على جال بركة رمضان كاين اللي يقولوا نروحوا نخطبوا الطفلة في رمضان باش تجيب معاها بركتها واش رايك نبيلة؟ سي فيغي كو من زمان يقول لك الطفله مربوحه صدق يروحوا يخطبوها في رمضان تو توجور عنده رمضان عنده البركه هذاك تاعو جو بونس كو سي بوكو بلوس بور سا يعني التكاليف لا
تكاليف نو كيف كتروحي تخطبي توجور تدي معك دي فلور توجور تدي معك دي غاتو انا بلاصي وهبك بزلابيزه ولا قلب اللوسي بقلاوه بالجوز بوتيت سي بلو كوتو جو بونس سي فري كو سي با نورمال واحد يروح يخطب يدي فارغين باشي سي ميم سايلين يدو حاجه هذا السر دير ريفو ديرك ايماجين رانيا واحد يجي يخطبك يدي فارغين هو ويما هكذاك لا با سير كو ريفو ما سي با لا لا ولا جاب يدي فارغين En plus, ils ont une grande valeur. Non, en plus, ce qui ramène avec eux, vous avez dit, je vais faire un peu. Soit c'est de l'argent, soit c'est une bague en or. Oui, je vais faire un bâton. حق شوفه كاين كاين في الصيام ولا في الفطار حق لا تراديسيون تاع حق شوفه وي مازال هاد لا تراديسيون راني باش تحبي على لازم تحتاج ليها في انستغرام تشوفي في انستغرام ما بي شوفوها برا ماشي كيما يجي شوفوها راني على مامو تاع قاعد تشر ديجا ماشي صا ماشي كاين حق شوفه هادي سا اكزيست سا اكزيست نو نبيلا صح ولا غير يعني كاين الناس اللي تقول لك نروح نخطب في رمضان هكذاك ما نشري غاطو ما نشري باتيسري ما نكسر راسي هادو كيكونوا بيتيتر لو كوبل متفاهمين بيناتهم تقول واحد تخطبني برك معليش ما تجيب والو ولا هي تشري الكاطور واحد برك تخطبني كاينين هكذا ديكا مي شوفي كي نروحوا ليسونسيال لهنا ولا حنا اوني لا بور بليزونتي ليسونسيال اللي تهناو برك صافي غيان دير شوفي بو لو رامني كيما يقول لك دي كاميون دي كاميون مي ابخي ولا ما هنيهاش سا سارا غيان كوم يقدر ما يجيب لها والو يجي بالنيه ويدخل بالنيه هذا ما كان حنا توجو حنا شوفي واش كاس كون دوموند سيكون وليد فاميليا وخدام سي تو حاجه واحده اخرى كلش يجي جو بونس كو كلش يجي مع الوقت اه وي خاصه راني رانيا الله يبارك عندك علاش بار با تو لا جو بار دو توت لي في باسكو انا لي في هادو كاع شغل سي مي في جلي كوتوا نشوفهم تو لي جور العرايس يجوني بور مو انا كاع في الجيريا عندي سي تجي خطب رانيا تجيرو غير لهنا راني نشوف ما يجيش في رمضان لا لا باش نشوف عندك شوف قام انا جو في ماني مع الحاضر انا ليسونسيال تفاهم معاه تكون ديجا لونتونت بيناتهم ويهني بنتي سي تو Je ne demande pas la lune, je n'ai pas besoin de la lune. Voilà. Mais on va prendre le gel à mort l'aide. Tout simplement. On fait le henna, tu te demandes. Ah oui, il y a la tête. Ça accrame, ma cache haja, j'aime le henna. Tu sais que le henna, tu ne peux pas l'acheter. Parce que dans le domaine, j'ai côtoyé des couples à Raïs, où après. بون دوك هادو على الخطبه من جبد لك ابخي دو موا تلقو يفو فوار واش جاب لها ما هناهاش دونك اكوا سا سير انا يجيب لي وهي ماشي ماهيه جي با بوزوان شاف وجلال راكم حضرتوا بزاف اليوم واش كاين باسكو راكم انت بزاف على ويقول لك راهم معنيين بالامر سما خلاص انا على بالك بلي دوك مور العيد يقول لها يما راحي تخطبي ما نقولهاش بصح انا البروبليم تاعي انا كل يوم اخو خطبت مازال تزوجت مازال كل يوم يسقسوني السؤال هذا هذا سؤال تاع زوجي انا سؤال كان دوك السؤال انا سؤال كان دوك السؤال انا سؤال كيسا لا في هذه حنا نعرفوا هذا السؤال البنات مي بوغ ان نوم سي بيزار تلقاي حتى الرجال يقعد يقول لهم مازال خطبت تزوج مي نورمالمون يقولوا لا الرجال ماشي البنات باسكو البنات السنه وقتاش يجي الاجل يجي دقدق في الباب مي الراجل سي لوي كي في البروميير با جو بونس انا نقول لي واش شاف انا جينيرالمون كيتزوجوا صحابي ندير لي فوتو في فيسبوك ولا زوج كاع صحابك وانت مازال يا خويا واش دخل لك لا لا جلال وخاصه دوكا مي يقولوا نطلب لهنا برك صح ما كاش مصاريف وثاني كيقول لك انه لي كوب لي ريوسيو جينيرالمون لي زعما كيبداو كيف كيف كيتزوجوا ما يكون عندهم والو يبنيو بيان سور دو زيرو يبداو دو زيرو بيان سور ويديروا يديروا الرزق ماشي زعما ديك الراجل اللي تجيب ولا المراه تكون عندها نو ما كاينش نورمالمون محاسبه دون زان كوبل ديجا هاد اللي يتحاسبوا سي با نبيل انا جاب لي بجلال كان يمعني قال لك تسمى لي جاي يخطب لهنا برك نو ولا غير انا نروح نخطب مور العيد انا سمحي لي باش راح نقول لي فارغ المرتي لازم ودي حاجه ما بيقول لك هذا انا معروفه انا معروفه انا معروفه باسكو هذه من التربيه تاعنا ما ندخلوش الديار اللي دينا فارغين سي تو تافي نورمال معروضه تربينا فوالا معروضين مي اون غامين حاجه حلوه في يدنا سي البركه سي نورمال سي نورمال رانيا مسكينه راهي حشمانه رانيا سخينه تجيو يخطبوها ليهم ما بغيتش نجي نو كيما رانيا اللي اونكور جون انا مادام هي لعب دو بون تقرا دير ان بو كوميم او ما جو سي با ان باجاج كيما حنا نقولوا لا 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 سي بون قطعت لي انا نهضر اون طونكو ميغ انا نهضر اون طونكو ميغ ما عرفتش سون افيس مازالها صغيره هيا سي بون باسكو سو كي كونيس سو كي كونيس رانيا او طونكو ميس كي كونيس نورمالمون تاني تبلي سي اون ايتوديونت مازالها تقرا لا لا حنحكيو على رانيا دونك تكون القرايه لا لا حنولي رانيا حنحكيو على رانيا واش واش غيدير وشنو هما المشاريع تاعها ان شاء الله واش رايك شي مالي يجي يخطبك في رمضان يا درا تكاليف ولا بركة رمضان؟
ايه ديريكت شوفي قالك تقول ايه ديريكت اكيد تشوفي نو سي با سي با بور مو انا ماشي تكاليف باسكو انا بور مو اللي يجي باينه كيما قالت لك مدام نبيله شغل اللي يجي تجيب حاجه ما حنا مولفين ندخلوا شغل بحاجه صغيره كسوا صغيره كبيره هذا الشيء سا ديبون الانسان اللي راح يخطبك هو ومقدوره جو بونس بالك ناس ثاني تيقول لك بارك رمضان باسكو رمضان يقول لك يسهل لي تخوك شتي حنا كيقول لك الخدمه تقول لي عيانه يقول لك ربي يسهل لك اليوم كي صايمه روحي ربي يسهل لك جو بونس كو سي بارك رمضان مي جو بونس با التكاليف باسكو اللي خدم في التكاليف في رمضان غير ماكل هدي خويا سي با لا بي سي فغي واش رايك جلال؟ نعطيت رايي مي بون كيقول لك هي شغل النيه الا كانت النيه وكانت مفهمه في رمضان في العيد بيان سور تولي جور سون سيال ربي ربي صح يعني رمضان ثاني فيه البركه حاجه كاع اللي نديروها في رمضان فيها البركه واش رايك اكرم مسكين بريزيت وقت مازال صغيره شنو قال مازال صغير اي امين غالي اكرم جا منا لي فخوي غوج وحب الملوك الله الله اي اللي راه غادي فينا والله يا امين جي مدام نبيله على بالو نحب لي فخوي نبيله شي بحال واش قال لي قال لي غاليين بصح شريتهم كوم على حب الملوك قال لي راه بصح قبل المصباح هو شحال جات شحال جات قلت له قوم داير حال هذوك واش رايك واش رايك اكرم قبل ما نكملوا لا والله انا واحد من الناس ما نروحش نخطب في رمضان ما على الجل بركه رمضان ما والله رايك لا لا باسكو ما كاش كاع كيفاش ما كاش الوقت ما كاش كاع كيفاش نروح نخطب في رمضان واللي يحب يروح يخطب في رمضان رمضان فيه البركه ويقدر يروح يخطب الناس ربي يعاونو ربي يعاونو فوالا دو غير مقروط اللوز برك وروح في بلاصه الباتيسري لا لا ان شاء الله كامل اللي راح تخطب في هذا الشهر الفاضي ولا اللي راهو رايح يخطب في هذا الشهر الفاضي بالبركه وان شاء الله ان شاء الله يا يعني والمعروضات بزاف طهارات يديروا دي فيونساي جي دي كليون داروا دي فيونساي انا حضرت فتحه حضرت فتحه في رمضان جاز الطوب فوالا يديروا قطع الشهر يديروا في رمضان وقتاش جازت الفتحه هذه؟ نو اللي يديروا قطع الشهر يديروا بيان سور ايه وشنو تسربيلات دي سيجار نو ماشي فتحة تعرف شنو تهارات بزاف تهارات تهارات معروف تهارات هذيك باينه رمضان سينو شيف نولوا ليك لا سويت وشنو الديسير تاعنا اللي راح نديروا قلنا راح ندير ان جو باستيك ايه فوالا اللي خير راح ندير دي باستيك راح ندير فيه لا فريز باسكو لا سيزون تاع لا فريز دوكا وراح ندير فيه سيترون ونميكسيو كلش انا اللي حابه نبيله هي اللي بيان سور مرحبا بك نبيله جانا نبيله جادور لي جاي موفا طيب معايا نبيله سي نحب نبيله لي فخوي من حالي نبيع لي فخوي معليش اكرم انا نورمال نبيله قلنا نسحقوا دي باستيك راني حفرت كاع الباستيك تاعنا خدمتها بهذيك تاع لا كلاس عندنا ديكور تاع الاندونيزي شفتي راح نميكسي فيه هذا وبعد نستعليو بعد واحد لا 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 قلت لك راه مطهلي اليوم لا 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 شوف الله يبارك فيك شوف 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 نديرو شوف شوف نديرو شوية ونديرو شوية لا فريز ني روج لا فريز اي روج فوالا ندير شوية لا فريز وندير واش قلنا ثاني نزيدو نديرو سيترون باراكودا ما كاينش اليوم فوي يحصل لي القارص تلفت لي مسكين ليكيب ها تلفت لك اكرم اي عاد انا والله راه والو راه مع نبيله شغل راهو نبيله تي مي دي سيترون بور لا سافور ولا بور ساكسو بور لا سافور باش ماشي باش ما تدناش لا كولور فوالا لا كولور نبيله واش راك تخلطي لنا غير بلاقه ياك نبيله بلاقه انا شوف نشعلو بالفيستا جو تي دي با روح برك انا بوطون جوج فوالا بس انت كنقطبو من التحت انا بالي جو سو ماني نشوفك انت كحت واسع فوالا ما حطيتش كامل لي فخوي شاف ايه درت هنايا من بعد باش من بعد زيدو ما تقدرش ترفد لنا بوغ سي بيرسون الله يبارك راه عندي بزياده اليوم ترفد ليا يا اخي تيجي لي هكذا تي تاع الخطابه اليوم فوالا اه سوبر سي بيان انا ايماجيني الشاف يخطب يروح يجيب لهم لي جو كاع لي بلاك ديالو شي كاع فيها واحد اللي جا قبل من الفطور لازم غير لازم تجي خمس دقائق قبل من الاذان لا بروشان فوا نروحها لا لا يكون كلش واجد لا لا شوف شحال تقام لك من هاد الشيء واد الخير الله يبارك والله جاي فينا عبد عطشان دوك نديرو لاديسيون عبد عطشان نورمالمون سي بون سي بيان ميكسي تاع لي سيريز راح نشبح بهم الديسير تاعنا سقامو لي 30 35000 جلال
ماركي خاصه لافريز قامت لي 200 دينار باسكو دوكا راهي كاينه لافريز كاينه 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 غير هي وي بيان سور قامت لي 200 دينار خاصه 35000 وزيد 20000 زيد 20000 200 دينار وشنو ثاني باستيكس قام لي واحد 45000 هكذا شي نص دلاعه ماشي دلاعه كومبلي زيد شي حاجه لا لا دلاعه كومبلي قام يبيعو ان كار يبيعو ودرت دي مولون شريت لي مولون باش ندير فيهم الكوكتيل تاعنا خاصه احنا اليوم فيها واش تري بيان قاموا لي 50000 الله اكبر لي مولون اليوم خلاص انا حابس كان طالو كان طالو شتي واش درتي معليش دوك تحصل فيا كلش انا قصر والله ما شاء الله كامل ماشي خساره فيك انا كلش انا خلاص يما هذا هو شحال جا تينا طاب من دالي من عنده قالوا عندي بارك في رمضان انا 160000 حبات في الكاجو ديهم انا ساتي 160000 نبيله واش راه تجي تاعنا اه نبيله مانيفيك ريحه الله هذا مور المنيو تاعنا المنيو تاعنا قريب يطيب نبيله انا شفت دي باوي ديجا ميكان باكي خاطر نبيله شي باحياك كي كنت كي كنت في الدار ديالنا كنت بلي نبيله يمشي باحي جاي عندنا قال لي روح دي تينا من عندنا خلاص هيا سي بون هيا سي بون سلم عليه تفضلي تفضلي رانيا كيفاش تقدر تشوف الله نعرفوا بلي سان كو شونس وي شي قعدت كي نشرو الدلاع يخرج لنا بيان سور طبحتها قبل طبحتها انت تعرف هاو هاو هاي لا بروف هاو طبحتها انا عندي خدار نقضي عليه كل رمضان نقضي عليه نحيي عمي شريف اللي نحييه بزاف نقضي عليه ويخير الحاجه ما يدغلكش السما على باله يقول لك وحده طايبه فوالا بيان سور يمد لي عفسه شابه ويطبعها تماك ما تعجبنيش ما نديرها انا اصلي كاين استوس هكا باش كاين استوس يخبطوا الدلاع هذا يخبطوها كي تبدا تخبط شغل فور هذا يقول لك هذه مليحه هذه ديزاس تاع الناس هي قلت توجور تخيرش وحده كبيره بزاف نو نو الكبيره هي اللي تجي حلوه داكو هي اللي تجي حمراء صغيره اللي تجي ناقصه ناقصه طياب نبيله واش رايك في ديسير تاعنا ديسير راني خلاص ما تزيدوش حقوا في لا مونجي ونزيدو بعد نفكروا المشاهدين تاعنا واش درنا كاع الميني باسكو اليوم ما لونسيناش مليح باسكو امينه جيبتها مورايا اليوم يا اخي نبيله لا لا لي جونتي على نبيله صح صح راني طيب في الكوزينه وتعاونك شويه ولا غير اي با ترو غاتو اي بوكو بلوس ماكله اه صالي صالي صافي كون طلعنا راهي بوكو بلوس نو ما تحبش هي لهاد ورشته طيبه مليح رشته تري بيان تري تري بيان تري تري بيان رشته خلاص دات سمعت البارح ما صدقيت خرجت لنا من يفنى على بالك رشته شهر احنا ناكلوا في رشته باسكو دائما تدريبات تقول يا حمو بارات ولا غطيبتها تخيب لا لا شربتنا نعطيها تاني ايماجين صح اه واش قلتي لها مينا قلت لك سمعت واش قالت لك رانيا قولي له رانيا لا لا جو بريفير لي كوكتيل هكذا جو ناتور على على اللي نشروهم برا زعما لي جو سي نورمال حاجه ناتورال مليحه توجور يعطيك الصحه شاف نعاودوا نقولوا لك ان شاء الله نبيله تفضلي معنا شكرا لك اذا مشاهدينا نروحوا الى فقره نسبور مع جلال بعد هذا الجينجل جلال يا درا واش كاين اخر اخبار في ميدان الرياضه اليوم اخر اخبار راح تكون صارت اليوم مع الجوله ما قبل الاخيره من بطوله المحترف الاول موبيليس وان قلنا الاسبوع الماضي كانت مقابله كبيره بين شباب القبائل واتحاد العاصمه وربحت شباب القبائل 2-1 مع اتحاد العاصمه في تيزي وزو قلصت الفارق الى 3 نقاط اليوم منذ قليل لعب نادي بارادو امام جمعيه عيمينه في عيمينه العشيه اتحاد العاصمه لو يفوز راح يضمن البطوله باسكو الى فاز على مولدي طهران بملعب عمر حمادي 3 بوينت كفيو اتحاد العاصمه باش يربح اوفيسيال ماتش الماتش جلال اليوم على 10:30 تاع الليل ان شاء الله يلعبوا قلت لك اتحاد العاصمه يروسيفيو ملعب عمر حمادي يروسيفيو مولدي طهران في حين شباب القبائل راح تنقل الى ملعب 20 اوت باش تلاقي نصر حسين داي دونك شباب القبائل تطمح له اتحاد العاصمه يتعثر صارت اليوم باش يعاود يربح ويولي اكزيكو اتحاد العاصمه من جانبه 3 بوان برك اليوم لا فيكتوار تكفيهم امام لمسيو لمسيو اللي يلعب على البقاء باش يضمن الشامبيون مي نتكلموا على البطوله ما على باليش قلتي لنا قبيله نبيله انه الزوج تاعك مشلف سي صح شاف ما من البرج اصلو نو مشلف مي وليد باب الواد دونك سي لو اسما على بالي كي سي لو اسما انا سي وليدي صغير لو اسما صح انا سي ار بي باسكو بنت شامانوف بنت بيكو سيتو د العام ورانيا دو كان بيحها مع اللي يربح ما عندهاش اون ايكيب تبعها حتى مولودي حتى لي اسما لا لا خاطيني كاع الفوت ما نعرفش مي كي كانت صغيره زعما ربحت لي اسما هي تلبس فيستا تاع لي اسما ربحت مولودي تلبس تاع مولودي نورمال انا غير باش نخرج نسيبورتي هذا ما كان نسكن في حي شعبي ما عندنا هذوك كي انا مي فوازان كاع جي اس كانت هذه زوج شي كابيل جابيت الجي سون ما سيبورتيهم كاع انت دغري محترفين انا نسكت الخياطه انا مع الواتش جلال ما عندي حاجه مي ليسونسيال سي ار بي
تي سير بي اه وي سير بي غالب بالوزداد بنت بالوزداد كي تسقساو واش مدايرين ولا وين راهم انا بلاش بلي سونسيال سير بي على بالك الاشياء كانت جوله 29 ما لا با عندي خاوتي يتبعوا هذوك راه سيب خويا وكلا كاع يديه كلا كاع سبا طفعتيها وتبع اه وي سي دونسون سي دونسون كنت خيز من علامات ولاد الحومه كاع خيط لهم علامات كي كانوا لي ماتش ومنتك ناطاسيون تحبي ولا لا لا والو ما عندها حاجه في الفوت ماشي ما عندي حاجه ما نفهملهاش ليكيب ناسيونال وي بيان سور ليكيب ناسيونال توجور معاها وين تروح مع هذيك سي نورمال بلادنا في اللعب سي العالم سي الجيري دونك حضرنا هذه على النتائج كانت الجوله الماضيه الخامس الماضي احنا اشاك فوا مدام ونهضروا بزاف على العنف في الملاعب ونشوفوا الصور اللي ماشي مليح هذا خطره انا جبت لكم صور جميله وجميله جدا هذه صور الحمد لله هذه سان جوي شوفي هذه من تصوير صفحه تاع مولوديه فانت هذوما مجموعه من انصار مولوديه عندهم ام باج فيسبوك واش صوروا شوفي انصار مولوديه الجزائر الجوله الماضيه رسيفو وليت بجايه اشاك فوا نهضر لا فيولونس شوفي داروا دابت فطور على انصار مولوديه بجايه وجاو لي سيبورتور تاع الموب وفطروا مع تاع المولوديه المولوديه جابوا لهم الماكله من الدار والمدير تاع ملعب 5 جويلي عطاهم لو باركينغ تاع الملعب ونشكروه يدير عمل كبير والانصار كي تشوفي جاوا بالسياره تاعهم هم انصار مولوديه بجايه كحل وخضر والمولوديه فيري مي لي زونفون راك تشوفي داروا دابت فطور على على شارع لا سي اون تري بون انيسياتيف ماتش بين زوج كما يقول لك دو مي كون ميم سي سا ريست اوني غا سي لالجيري روح رياضيه شوفي وعطاوها الافونس ان جور افون في لي باج فيسبوك تاع مولودية الجزائر قالوا الانصار مولودية الجزائر ارواحوا مرحبا بكم للباركينغ تفطروا معنا فطروا معهم كذلك في تيزي وزو قبل الماتش على اليوسما وجياسكا شوفي مجموعه من انصار شباب القبائل راهم يوزعوا في الفطور وكان ما حتى الرئيس نو الله يبارك حنا لا جونيس تاعنا والله يعني شاكو خاصه شوفي الماتش هذا كان برومي والدوزيام لعبوا بيناتهم شفنا اتحاد العاصمه داروا هذاك النهار امينه كومونيكي قال لك بلي جياسكا ما استقبلوناش مليح وشباب القبائل ردوا من بعد ولكن رغم هذا الكلام هذاك الكثير اللي حدث ولكن شوفي الانصار تاع شباب القبائل جابوا هربين كما يقول لك حنا نعرفوا ديك هربين وجابوا فيها الماكله عطا والانصار تاع الشباب واليوسما صافي بليزير صافي بليزير سبروف كو سبروف كو لي بروبليم في لي بروبليم سي في لي كلوب ماشي في الانصار نو مي هادو لي تاع لا فيولونس في لي ستاد ماشي غير في الجيري بارتو تشوفي في لونجلتير هادو لي اوليغان لي اوليغان سي الحقوا للموتيتو الماتش سي تو لي وي نو جو سي 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 بارتو باسكو حنا نقول لك نو لي الجيريان كونترير سي لو بوبل بلو ايدوكي واش حبيت نقول لك انه اليوم ثاني كان حيكونوا كان ماتش واحد تاع بارادو مقبله مع منينا على الربعه ومن الماتش كاع يلعبوا على 10 تاع الليل دونك راح نشوفوا ان شاء الله اليوم كذلك الانصار تاع الفرق اللي تستقبل راح تستقبل الزوار ويفطروا معاهم كيف ان شاء الله ولا كانوا الصور راح نزيدوا نوريهم غدوه ان شاء الله باش نبينوا بلي المناصر الجزائري روح رياضيه كبيره ومثال يقتدى به ماشي غير لا فيولونس يعطيك الصحه جلال تفضل خويا ما عليكش داروا منو اه منو اه ما على باليش هذه خاطينه انا نعرف منو داروا رشتا سليبان باينه شربه اه مي هذه صح بون كيسيون راني كان يقول لك شنو نهار راح يطيب لي سيبورتر رشتا ولا تروحي لا نطيب بوكو با علاش لا نشوفوا هذيك تاع الناس الخيره ما يروحوا بزاف لي لي الناس يروحوا لي زاسوسياسيون يطيبوا لي زارتيست جيم بيان هاد الحاجات كاريتاتيف اكزاكتومون انا جو سوي بوكو فلوس اوبيتو اي تو باسكو جو بونس كو هادو لي زاسوسياسيون كاع كاع ملاتين بهم مي اون اون باراليل يهملوا بزاف لي زوبيتو تاع لي زونفون كاين لي ماليون بعاد سورتو باسكو لي زونفون شغل كاين بزاف لي يخليهم هنا ماليهم ويزابيت لوان هادوك لي ما كاش فريمون هادو لي لازم يخمموا لي زاسوسياسيون الله يبارك اون ان بوبل تري زوني دونك كاين بارتو وين تروحي ديال الرحمه راهم دايرين حاله غير حنا في حومتنا عندنا ثلاثه الله يبارك الله يبارك ان شاء الله مبادرات نشوفوها اكثر واكثر يعطيك الصحه جلال بيان تو جاي العيد طلقت انا مبادره على الانستغرام البسني في العيد pour les petits enfants يعطيك الصحه على برا الجي كما نقولوا ما عندهمش واش يلبسوا صح يعطيك الصحه رانيا الحمد لله ريان جوتو في الانستغرام هذه رانيا سو انستغرام واسمها البسني في العيد البسني في العيد نقدروا نمدوا لك ملابس للاطفال تمدوا لي ليا مانيش وحدي يعني هي جمعيه مور هذه المبادره ما نقولكش المبادره تاعي ولا الناس هم واقفين عليها اي جي جي مي هذه ليدي جي بارطاج يعطيك الصحه رانيا اذا مشاهدينا البسني في العيد على الانستغرام كما قلت لك جلال ماشي شغل لبسه حاجه غاليه جوي لبسه حاجه تفرح الانفون ريان دو تو حاجه جديده فوالا سي لو جاست سي تو دما كامل يعطيكم الصحة إذا نقعدوا في لي ريزو سوسيو رانيا ونبيلة وليكيب يكرانا نتكلموا على موضوع الخطبة في رمضان وخاصة علاش الناس تختار شهر رمضان باش يروحوا يخطبوا هل لبركة رمضان ولا لظروف أخرى بعثوا لنا بعض من الرسائل على صفحتنا الرسمية الجزائرية وان عبر الفيسبوك عندنا رسالة من حنان اللي قالت لنا
بيسكو تكون بلا خداع المؤمنين. خداع المؤمنين عندك كيدو حدا حنان جارتي، عندي وحده حنان جارتي تخمم هكذا. الوغ اللي ما يعرفوش شنو خداع المؤمنين سي الميك اب. فوالا الميك اب سي سا. عندنا ايمان، ايمان اللي قالت لنا لانه رمضان عنده نكهه خاصه وكل شيء في رمضان فيه بركه. والله يهني كامل بنات الجزائر. اه نسيت حاجه، باه يجيبوا لها في نصف و27 والعيد. انتي دي جونت الجزائريان، تحيه التحيه للرجل الجزائري الفحشوش. شيء ما بعتوا لك انت امينه كاين صابر اللي قلنا اللي بعث لك كتاب. نو هذا مازال هذيك ايه دوك نقول لك الكتاب تبان على حقيقتها وتكون شابه بلا ماكياج الميمتروك. الوغ ايمان، ايمان من سويسرا قالت لنا بون هذو الناس اللي قال لك ما كاش تكاليف او جايكم واحد الكتاب تاع تكاليف. الوغ ضوابط يجب الالتزام بها اثناء الخطوبه في رمضان بالنسبه للرجال، شراء الجبب لخطيبتك وامها واختها ان كانت لديها اخت، شراء الخاتم، شراء العطور للخطيبه وامها وخصوصا امها اللي هي نسيبتك العزيزه كما كان يدير كرم مع انبيله. وثاني وعط الرجالي لنسيبك العزيز بالك تنساها اللي يسمع. وثاني وهذا اختياري طبعا لانه نسيبك يفضل الدراهم على العطر، لازم تمد حق الشوفه وهذا اجباري. عادات وتقاليد الجدود وشراء الورد وشراء الكاك وشراء العشاء تاع ليله النص اللي كنا نهضروا عليهم من رمضان. اذا كانت الخطوبه قبل ليله النص شراء قلب اللوز وهذا كل ايام رمضان مع لي طاخت والتمر وحلوة الترك والمكسرات. يعني لازم يخطبها الله. يعني شوف انت جيت تخطب على ليلى تعشمتها لي 30 هذا غير يخلي رمضان يروح يخطب خير. شي ما هذه لا جديده هذه الشرط ديال هذا. هذو الناس اللي يحبوا يخطبوا في رمضان بلا تكاليف. ايمان، ايمان من سويسرا نحيوها قالت لنا باللي تما اللي راهو يقول باللي ما كاش تكاليف في رمضان يبقى كاين. قالت لك لازم تتهلى 30 يوم وفي الاخير اتمنى لكم خطوبه مباركه ان شاء الله. وغدا بحول الله سوف اوافيكم بالضوابط التي يجب الالتزام بها بالنسبه للمراه. وبلا ما ننساو بعث رساله صحه فطوركم نسباني لعزاز وصحه سحوركم لمده 30 يوم. امينه ولا جات كيما لا فوتو بروفيل تاع هذه تاع الصحيه معليش هذه نجيبو منها كاع ولا ولا كي تصور شي كاع ما يديرو شي فوتو بروفيل تاع اصفر صور تاع حقيقيه على بالك جلال اتونسيون سويسرا وين نحوس الباسبور الاحمر انا عكسي بارك رطيت عافاك انت تاني جلال حكوا لك رسائل. انا عندي برساله من شرف لوشيك قال لك مش حاحين بزاف باش ما يخلصوش بزاف وقال لك بيسك خطبه في رمضان الايكونوميك ام دي ار هذه من جهه. وكان ميلينا كوين قالت لك العروسه تربح في رمضان. اه ما لهاش مجال المعروضه تربح العروسه تربح يضرب لخاتم سليمان واش تربح يضرب. لا ان شاء الله كامل مبارك عليكم كما نقولوا فوالا ان شاء الله بالهنا ان شاء الله. اذا رانيا نحكيو شويه على لاكتواليتي تاعك على بالنا بلي رانيا ايتيديونت واش تقراي رانيا؟ نقرا كوميرس انترناسيونال. الله يبارك. قبلها كانت تقرا دغوا نبيع لها اليوم. قريت دغوا. وعلاش ملتي الكوميرس انترناسيونال؟ التجاره. سي بوكو بلوس سكو جو فولي. نحس روحي فيها خير. اها حسيت روحي انا دغوا جو فولي من الاول ما نقولكش ما حبيتهاش ولا ما بخي في في الميدان كي تدخلي تقراي تو سو اوتخ شوز ماشي كيما كي تشوفيها من برا كيما كي تقرايها دوكو فوالا. وفي ميدان الجمال لا بوتي لا مود عندك مشاريع؟ لا لا في هذا الميدان ما عنديش مشاريع بور لو مومون بوتيتر ابخي مي عندي مشروع جمعيه خيريه ان شاء الله انا حنكون مؤسسه تاعها ان شاء الله سي ان بروجي دونك سينون لو موند دو لا لوميير اي تو با فورسيمون ما عنديش ان بروجي هكذا. ماكش حابه رانيا يعني كاين بزاف لي غان دو بوتي يحبوا يخدموا في التلفزيون ولا يحبوا يخدموا في التمثيل ولا كاش بلاتو جست فاهمه قالوا ليش هاد لا كيستيون لان انا نشوفوا بزاف يعني يعني سي فري كامل صح انا جي دي فان دي كوليغ ولا دي زامي ولا صح يروحوا للتمثيل ولا لانيماسيون ولا انا بور لو مومون يجوني عروض تاع لانيماسيون اكسيتيرا مي مازال ما جانيش العرض هذاك اللي يناسبك بالك رانيا نشوف روحي فيه يعني ما نحبش ندير نامبورت كوا ولا هات برك نبان في لاتيلي ولا ماذا بيا نخلي الحاجه كي نشوف روحي الاس فيها ونديرها ونقدر نديرها بيان ونكون بريت يعني دونك نقدروا نشوفوك شيف دونتربريز كما درتي الكومبيس انترناسيونال دونك نشوفوك مديرة مؤسسة علاش لا لا دونك كالكو زان كمل الشباح الشباح ستيليزم فوالا ديروا انتربريز وحده امينة جو بونس يميلوا جو بونس يميلوا للتلفزيون باسكو كيما نشوفوك سواء في العالم ولا عندنا ملكات الجمال
جوست بعد التتويج ما نعاودوش نسمعوا بملكه الجمال ابار هذوك لي مو بعد خلاص ستادير لي بروجي اللي يكونوا يهضروا عليهم في لاسين كيكونوا ملكه الجمال ما نعاودوش كاع نشوفوهم سي فري شي ما نقعدوا معاك في لوموند نقطع لك بك الهضره في لوموند نو ولا غير سي بي لي غروند يعني دي غان دو بوتي كاع يميلوا يحلوا دي بواط دو اون مارك دو فيتمون او دو ماكياج فوالا ما نعاودوش نشوفوا في لا لوميير يعني حتى نو باسكو علاش سي ان دومين كي جون انا بور مو تو ديباس 23 عام ماكيش ملكه الجمال واش بقى الجمال خلاص كي مراه نبيله بريزيتيني نو انا نهضر لك على ملكه الجمال كون تي دي ميس انا جو بار سي مو سي بور مو ميس سي كيك شوز دو بوتي ماشي tu dépasses 25 ans je prends Miss Akimala انا j'ai 20 ans donc يقولوا لي هي بون ماشي يقول لك elle a été miss à 15 ans déjà elle était première dauphine miss élégance كانت صغيره ومن بعد miss arab à 19 ans مي ومن بعد فوت 23 ans خلاص à propos de 23 ans Nabila نروحوا ل 23 ans تاعنا شيماء نجمي باذن الله كمل تماك نروحوا الى ركن le domaine هذا des concours de beauté سي ان دومين كي عنده اون دوري دو بيرومسيون ماشي 40 سنه في عمرك مازال كي ديري ميس خلاص 40 سنه فوالا سي ميس 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 فوالا كي تفوتي كبيره سي بون ماك عندكش هذاك لو ستاتي تاع ميس سي بون اذا مشاهدينا نروحوا الى ركن خرجه مع شيماء بعد هذا الجينجل اذا شيماء اليوم خرجه عائليه اليوم خرجة عائلية فيك طولنا شوية باش عاودنا رجعنا للخرجات العائلية اليوم نروحوا للمركز التجاري باب الزوار وبالك الناس بزاف راح يطرحوا لي سؤال علاش باب الزوار وعلاش الجزائر لأنه الناس يجوا من مختلف الولايات يتوجهوا ليه ودوك نشوفوا هذا التقرير ومن بعد نقول لك علاش يتوجهوا ليه اوكي يلا تسمى هنايا هنايا جينا ضياف من مدينه قالما ان شاء الله وجينا حبينا نضربوا دوره في المركز التجاري هذايا جينا للسونت كوميرسيال دينا نضربوا دار نشوفوا واش كاين سبيسيالمون جينا ديال لي زونفون باش نقضيو لهم العيد جيت انا ندور سونت كوميرسيال جيت نشري شويه حوايج موفمون كدايا مع صحابي ندور حنا جينا باش معلومنا نشرو حوايج تاع الدراري درنا في الحوانت شفنا واش يعجبنا واش ما عجبناش شينا شويه ومن بعد طلعنا الفوق لقينا لي جو الدراري هذيا Donc durant le mois de Ramadan, on organise des événements qui m'a pour les grands, adna des qadat chabi, adna qadat andalous. Pour les enfants, qu'un qui malium la fête foraine à Bab Zouar, il y a plein de mini jeux au niveau du foot court qui m'a rana. اليوم قالوا لنا قبل كاين هذه اللعبه جينا نلعبوا جيت انا وصحابي كاع عجبني الحال هاي اليوم ستاسيونمون صافا صافا ستاسيونمون كاين يعجبني الحق نلقى فيه حوايج ولادي نلقى فيه صوالح اللي يعجبوني سول بيتي سوسي Ça aurait été super bien si on avait fait encore plus de centres commerciaux pour faire distraire les gens. Parce que c'est un endroit quand même où il y a beaucoup de monde. Quels sont les magasins les chouïaraliens ou quels sont abordables? Les prix, ça... Je ne peux pas dire qu'ils sont là. Mais ça va. Tout le monde est capable. إذن شيماء كان هذا مركز تجاري باب زوار باب زوار اكزاكتومون كان شفنا فيه قبول كبير من الناس سواء من الغرب ولا من الشرق البلاد جاوا لباب زوار علاه باب زوار سبيسيالمون باسكو تو سامبلومون هو لو بلو غران هو اللي فيه كامل لي ماغازان والانيماسيون اون ميم طون
دير كاين ارتيست تقولي لي كاين ارتيست كاين كذا مي البروبليم سي كو صغار بزاف لي ماغازان ماشي بزاف هنا باغ اكزومبل كاين كامل لي مارك او ميم طون كاين دو لانيماسيون لي زونفون ولا الكبار ثاني كيما قالنا قعدات شعبي و واندلس دونك سيتي سا الشيء السلبي اللي شفناه انه الناس اللي راحوا يقضيوا للعيد للدراري لقاو شغل لي بري ان بو ترو الفي جوستمون قلتيها شيماء كاين لي مارك سي دي غراند مارك مي ميزا باغ سا كاين كلش كاين لا بوف اللي هي الماكله انا كي ديك خاطري نقولها نمشي نروح ندور شويه ما كاش وين اون با او سورتير يعني كاين لا سيكوريتي اوسي دونك اكزاكتومون كاينه وحده كاينه وحده قالت لنا بلي لو سول بوتي سوسيتي ما كانش بزاف لي سونتر كوميرسيو كيما هكذا كاين واحد جاي في العاصمه سينو حنا لي فام اون جينيرال وين نروحو نحبو نروحو لي مول انا نروح للسطيف حاجه الاولى نروح ديكتومون المول تاع السطيف اكزاكتومون دونك نحبسو وين كاين هذا توت لي مارك سون روغروبي اي تو كيما تقولي مالي ما شريت نزه انا نشوف بعيني يشرب ولا يشرب كاس قهوه ولا فوالا فوالا بصح انت ما تي با اوبليجي يعني تي با اوبليجي تشري ليسونسيال تروحي تدي دراري هذا ما كان فوالا نو دوري مالكي ما تقدريش تشوفي وما تشريش ياكل قلبك شويه دراري مشكل مشكل يسقولك في كلش كاين طوندون لا سيمانه ما كاينين دي لانيماسيون لي جون صدير دراري صغار ما كاين دي انيماسيون ولي فامي لي ويكاند ندير لهم قعدات شعبي واندلس يعطيك الصحه شيماء شكرا ليكيب انا قريب نفطروا اذا مشاهدينا نخليكم مع تلاوه القران الكريم وحنا رايحين نرجعوا بعد الاذان على مائده الفطور ان شاء الله اليوم جات بنينه اليوم انا لي بون كولي دون دون والله غير انا في اونو لولو ولا كاش اليوم ماشي كوشو مورا بورا ولا كاش في هاواي لا هاواي تبيا تبيا اليوم ماشي كل يوم بروفيتي دابا بينا قالها وحدوش بروفيتي على ظهري معليش لا لا ولا يعطيك الصحه ميرسي بوكو يحفظك يعطيك الصحه انا ماشي باش نشكر ولا باسكو ما جي ديجا اي لا شانس دو مونجي باسكو تو بريبار ماشي خطره ماشي زول سي فريمون انا دقت دونك تري بيان اذا المشاهدين انا بالعكس ما ناكلش بزاف باش وانغام الراحل الحاج محمد العنقه الحمام اللي ربيتو مشى عليا وحنا رانا قريب نمشيو ورانا قريب وصلنا الى نهايه عدد اليوم ليكيب يعطيكم الصحه ضيوفنا شكرا لحضوركم معنا ميرسي فور لانفيتاسيون يعطيكم الصحه اكرم شاف كما العاده او توب ذكرنا شويه بالمنيو تاع اليوم اليوم راني طلعت ماما وهي تعاود لنا واش درنا اليوم كلش البولي بولي روتي على لا فاصون تاع شيف اكرم لا قلنا بولي روتي لا ماما دو شيف اكرم قلنا بولي قلنا درنا البولي خلينا بالزيت مليح بياكم يفهم بعد درنا لا باتات لا كاروت ما زدنا له الثوم الرند ملح فلفل الكحل وغلقنا عليه درنا له دو فيغ دو ولا عنده لا كوكوت يدير ان سول فيغ يدير كاس واحد تاع ماء ويغلق لا كوكوت وما يطولش باش يطيب واحد ان كاردير ولا يطيب والديسير اللي هو هذا الديسير الشباب فيه دو زيتاج فيه تخوا زيتاج تخوا زيتاج الو قلنا درنا فيه نبيله واش درنا فيه كامل؟ دلاع دلاع قارص سيترون سيترون لا فريز لا فريز وميكسينا كلش اون لا ميكسي ومن بعد الديكور كاع لي فروي يعني الله يبارك جا لو كوتي فيزويل سا دون فريمون سي اون سالاد دو فروي او ميم طون جو فوالا دونك يتكملوا كاع جو بلي بلا با يكونوا لي فروي اللي راهم داخلين يعطيك الصحة جاريف با اتوندر لازم يعطيك الصحة شاف نبيلة شباح كيفاش حسيتي روحك معنا والله غير كوم شي موا يعطيكم الصحة فرونشمون سو سون فريمون الاز سي كوم اوني اون فامي اوني اون فامي سي لو كاد دو دير فرونشمون يعطيكم الصحة شكرا نبيلة بون كوراج ان شاء الله بالتوفيق لا نوفيل كوليكسيون تاعك وراح نكونوا حاضرين للديفيلي تاعك ان شاء الله بيان سور بيان سور انا دوك بيناتنا ملح وعشرة فوالا انا كلينا اوتوماتيكمون اوني فامي رانيا بون كوراج بور لي ستود العقوبه ان شاء الله لا ليسونس والماستر ان شاء الله كيفاش حسيتي روحك معنا اليوم خزال انا من الناس اللي ما نحبش نفطر زعما على برا نحب توجور في الدار مي اليوم الماكله بنينه ميرسي اكرم دونك ميرسي امينه ميرسي شيماء جلال وسي نقول لكاع المشاهدين صحه فطوركم اي فوالا يعطيك الصحه رانيا وان شاء الله نزيدو نشوفوك ان شاء الله على التلفازه الجزائريه ان شاء الله كيف يعطيكم الصحه نتلاقاو غدوه ان شاء الله ان شاء الله امينه مع اخبار اخرى وجديده اذا
مشاهدينا نقول لكم صحه فطوركم صحه صيامكم. قبل ما نختموا عدد اليوم نذكركم بالبروغرام ديال الجزائريه وان. بعدنا جوست ابري نو عندكم موعد مع صحه النوم، بعد يجيكم المسلسل الفكاهي عامل باك، وما ننساوش المسلسل الدرامي الجريح، ومن بعد عندكم موعد مع الجزائريه شو المناشطه انيسه شايب. ما بقى ليا غير نقول لكم صحه سحوركم، نتلاقاو غدوه ان شاء الله باذن الله. باي باي.